السلام عليكم حبايبنا، وين ما كنتوا؟ كيف ما كنتوا؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد ومكان جديد، ان شاء الله ينال على اعجابكم. طبعا اليوم بدي اخذكم جوله للماضي، جوله نعود هيك بالتاريخ، هيك 2000 3000 سنه لورا، الى ما قبل الميلاد. طبعا اليوم جولتنا مثل ما قريتوا من عنوان ده ايفاسوس او بمنطقه سلجوق الموجوده بولايه ازمير التركيه، بغرب ولايه ازمير التركيه. طبعا يعتبر هذا المكان من اهم المعالم التاريخيه في العالم، وليس في تركيا، في العالم، لأن منطقة إفاسوس تحتوي على كنيسة السيدة العذراء مريم العذراء، بالإضافة لوجود مكتبة كانت تعتبر من أقدم المكاتب بالعالم، زائد في وجود معبد، يعتبر هذا المعبد هو من أحد عجائب الدنيا السبع. طبعا كل هذا الشيء بالإضافة للمدرج المسرحي الكبير مثل ما بتعرفوا، تدمر عندنا بسوريا مثلا، بالاضافه ما بعرف اذا في باليمن كذا الى اخره. هالاماكن هي طبعا المكان روعه، كثير 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 بجنن مثل ما لكم شايفين حوالي، الخضار، كل حجره بكل نبته بكل شارع بتحكي التاريخ، بتعبر عن نفسها. فمنطقه كثير حلوه، رح ابلش نقطه نقطه، فخليكم معي اذا بتحبوا انتم الاماكن التاريخيه، بتحبوا ترجعوا هيك للتاريخ، فخليكم معي لحتى نرجع سوا. اذا كنتوا عم تشوفونا لاول مره بقناه رمضان فاميلي، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد من قناتنا. واذا حبيتوا الفيديو وتابعتونا للنهايه، لا تنسوا تدعمونا بضغطه الاعجاب، فخليكم معي لنهايه الفيديو. طبعا اصدقاء الله، دخلنا لهون، المدرج الموجود طبعا افسوس هون موجود. الدخوليه طبعا الشخص العادي ما عنده هوية، يعني كان سائح أو سوري ما عنده كملك، ممكن يجي لهون، ما عنده تي جي يعني، ممكن يدخل بطاقة سعرها 200 ليرة. أما بيحمل البطاقة يعني شو ما كان جنسيته، ممكن يشتري بطاقة مثل ما ورجيتكم إياها، هاي البطاقة موزي كارت اسمها، تدخل فيها على كل المتاحف الموجودة بكل تركيا، مو بس بإزمير، بجميع تركيا، سعرها 260 ليرة. البطاقة 200 وفيها 60 ليرة، ممكن تدخل لكل المتاحف تستخدمها هي. فخليكم معنا لحتى نكمل جولتنا معكم. اصدقائي هلا هيك دخلنا لجوا، طبعا بس عشان اعدل في معلومه خطا اعطيتكم اياها، انه هي سعر البطاقه 200 صح، ولكن اذا اشتريتوا انتم هاي البطاقه اصلا تكون عندكم هويه سوريه اجنبيه يابانيه كذا الى اخره، تبدا في رقم هوني، ما بعرف اذا باسبورت، اذا كان حدا عنده باسبورت على ما اعتقد بيمشي حال يمكن. المهم شيء يثبت هويتك، بيصير سعر البطاقه 60 ليره فقط. البطاقه بتاخذها في عروض لكل المناطق التاريخية بتركيا، بالإضافة إنه أي شيء ممكن تشتري أنت بالماركت موجود هون، يعني سعر الكود هون 40 ليرة اللي ما عنده البطاقة، إذا عندك بطاقة بنخفض السعر ل 50%. على كل انسوا والله، حتى هون في هون إذا تركيا عم تساوي نسوي ممر مائي من البحر لحديت هون لحتى الناس تجي بالزوارق لهي المنطقة، عم يشتغلوا على هذا الموضوع، ما بعرف شو بده ياخذ معهم وقت، ولكن انسوا تركيا، انسوا جو تركيا كلياته، وتحولوا معي لجو اليونان للعهد البيزنطي. خلينا نرجع هيك شوي لورا وابدا معكم مع التوابيت او المقابر، كان لها اثر كثير تاريخي، بتجمع ما بين الموت والحياه عندهم في حال حدا مات، انه راح ما عنده حدا مات، يعني بنتقل للحياه الجديده كذا الى اخره. الافكار العاديه التقاليد عندهم مثل ما هي. المقابر كان يعملوها من طين، خلينا اورجيكم اياها. هذا مثلا مقبره لطفل صغير تنحط هيك، كان عباره هي التوابيت، طبعا اغلبيه التوابيت مكتوب عليها اسم الشخص الميت والرمز اللي بشيل الالوان. في مي كان فيه مي، البير هلا ما فيه، كان يعني زمان اول. طبعا بالنسبه لتوابيت الملوك والامراء وكذا الى اخره، ذاك الوقت القيصر وكذا الى اخره، كان تنحط فيه اشكال مثل هذول الاشكال القبوره، وتتزين باكاليل من الورود ما لكم شايفين. هذا هو القبر هيك، طبعا هذا صخر، حتى يشيل هذا التابوت تشيله بده 10 15 25 سنه لحتى يشيله. هذول المقابر طبعا شكل التابوت بيختلف من حسب مكانة الشخص الميت، يعني سواء هذا الشخص عم نقول ميت عنده الميت، الشخص الميت اذا كان ذو قيمة عالية بنحط في تابوت كبير وبنحمل على اذرع الاشخاص. طبعا ما لكم شايفين، طبعا الشيء المعروف كله مي، وين كلهم رايحين طالعين، كل شيء طبعا. في ناس كاتبين تاريخ مع الديبنون. تعال البير، البير تعال
هلا بدنا نطلع من هون المكان. كل المقابر كان بالعهد اليوناني هذاك الوقت او الروماني كان حط المقابر خارج اسوار المدينه، يعني بالمدينه ما كان يحطوا الا الاشخاص المقربين، يعني الاشخاص الطبقه الملكيه الى اخره. هلا بدنا نتوجه على ساحه المسرح، او خلينا نقول القاعه الرئيسيه. تتذكروا انتم في افلام يونانيه تفرجوا عليها كان في مصارعه تبرك العالم الجماهير كله، والملك يتربع فوق وتصير مصارعة لحتى السجين المحكوم مؤبد مين بيربح بينال حريته، واحد بيموت واحد بينال حريته. راح نتوجه هلا لهنيك، وفي غرف خليكم معي عم بحكي كثير، اورجيكم كمان هذا الطريق. نبدا هيك، طبعا المدخل الرئيسي من هون مثل ما شفتوا المقابر على اليمين، نحن ندخل من هون. طبعا هي الغرف، خليني هيك بس احكي شوي تفاصيل عنها. طبعا المعلومات اللي عم بجيبها كل شيء في عليها ارمه مكتوب باللغه الاجنبيه واللغه التركيه، عم بترجم وعم بحكي لكم. هاي الاحجار هاي عباره كانت غرف لحتى المتسابقين او الرياضيين، سواء كان مثل ما بتعرفوا الفنون القتاليه الرمح القوس كذا الى اخره، كان تصير بهي الساحه كمان والجماهير كانت تقعد تتفرج عليهم. فكل شيء كان تبديل الغرف كذا الى اخره، هي كانت غرف للرياضيين للاشخاص القائمين على هالامر. هذا الطريق بتتذكروا طريق تدمر، طبعا الطريق كمان مغلق. البير مبسوط. هذا الطريق يمين وشمال كمان في هون حاطين حبل، شايفين شخص واقف هون سكروا هيك كمان من واحد يقدم كثير لهنيك، يعني اذا استمرت هيك راح تدخل بالغابه وبالغابه توصل على المينا. هذا اسمه طريق المينا، يعني كان يجي الرسول الاحصنه كانت تجي من هون هيك تتوجه للمسرح الرئيسي هون. بعد قصر المسرح الرئيسي بيوت مثل ما بقول الامراء او الطبقه المخمليه كانت موجوده كمان لجوا. راح احاول ادخل لهنيك. طبعا مثل ما انتم شايفين الوفود، وفد ياباني قدام، في وفد كمان جاي من الصين، كلياتهم اغلبيتهم اجانب يعني موجودين هون. طبعا لا زالت قائمه الترميم قائمه على هذا المكان. ما راح اقطع الفيديو، راح اصور اول باول. طبعا الجروبات كلها تجي، بيمشوا الجروب كله مثل واحدة وقت بوع الحج. مايك شمسية هون عشان الشمس البير. أول ما جينا كان الجو شوية برد، بس هلا صار شو مثل عادة. هاي من اليابان جاي لهون لحتى يزوروا هاي الأماكن. يا ما جيب لا ندخل من هون نطلع المسرح، نطلع المسرح بعدين ندخلكم هيك من هون. طبعا الزلزال صار بتركيا وبيصير دائما، لان تركيا ارض زلازل كل 10 سنين كل 20 سنه كل 100 سنه ممكن يصير في زلزال مدمر بتركيا. الحياه بتستمر، طبعا الشهداء الله يرحمهم والجرحى ان شاء الله الله يقومهم بخير السلامه، كل شيء مفقود باذن الله يلاقي اهله او يلاقي حدا يتبنى. الحياه راح تستمر رغم كل شيء، يعني اليوم التاريخ عم يمشي عم بعيد نفسه، مياه جاريه. نطلع هيك يا محمد، اذا يطلع في هي هي طلع السلمين من وصل للمسرح الرئيسي. قلبي ارتاح بس انتبه لا تطل. هدول وين دخلوا ما بعرف. ندخل من المسرح بعدين ننزل لتحت نشوف هدول منين عم بيطلعوا. طبعا هون ممنوع الدخل، ممنوع الدخل، تكب وصا كذا الى اخره، حاطين اشاره. ها انا في المدرج الان. تعال بير. عبر عن طاقتك في وسط هذه الساحة، اعتبر حالك انت هون فنان او رجعنا مثل ما قلنا للعصر اليوناني. شايفين هدول البواب كان يطلع منه المتسابق، هالبواب واحد اثنين ثلاثة، في عندي باب كان يدخل المتصارعين او الرياضيين والجماهير هيك كلها تكون بيركة. تذكرني ابصيحو فيلم سبارتا، يمكن شفتوه انتو فيلم سبارتا، لحتى تنال على حريتك لازم تقتلوا واحد بيموت واحد بياخذ براءة. بس بالفيلم اللي فازوا قرروا انه يقتلوهم. قصة طويلة، تفرجوا على فيلم سبارتا كثير حلو.
سبارتاس. روح البر طلع روح. طبعا اذا نطلع نحن من هالدرج بدنا 3 ساعات لنوصل لفوق. هذا الكلب مسترخي هون وحين الله عليه، لا عصر يوناني ولا عصر تركي. دي روح يلا دي. والله بيحكوا. خليني الحق البير لاشوف المنظر من فوق شلون بيكون. نحاول ما نطلع كثير. طلع البير خاف انه ضيعني. شافني التعب. طلعت قاسي كمان درج. يعني والله العظيم طلعوا كل صخره يعني حوالي نص متر. عملية تصفيف فوت. كم سنة طولت لحتى وصلت لهاد وصلنا عليه. طبعا العصر البيزنطي هن اللي عمروا هذا الشيء. الرومان اجوا اضافوا وسعوا. بابا عالية كثير لانه عالية كثير، اذا واحد يطلع لفوق مشكلة. طلعوا على الجبل هيك. طبعا هذا الطريق ما عم بقلكم بيحطوا هيك يساووا لهنيك على اليمين على البحر مباشرة حتى يفتحوا. جيبوا زوارق تجي السياح من هنيك لهون. اصدقائي بعرف انه يمكن الفيديو رح يكون طويل وطويل مثل ما عم تشوفوا، بس عم بحاول انه اصور لكم اكبر كم من اللقطات، اخذ لقطات كثير لحتى هذا المكان. عن جد مكان كثير كبير ما هو صغير. يعني نحن مثلا كنا ندخل بقلعة حلب نص ساعة بنفتلا وخلص، هون صار لي اكثر من ساعة ولسه في كثير اماكن ما دخلت لها، بالاضافة للاماكن المغلقة الممنوع حدا يدخل لها. فعن جد مدينة متكاملة، مدينة افس سميت مدينة افس، افسوس فعلا مدينة متكاملة. كل شيء موجود، فتخيل انتم بعد هذا الشيء كله مهدم، قبل ما تهدم كيف كانت هي المدينة. تعتبر مدينة عظمى، فمشان هيك حافظت الحضارة على نفسها. خليكم معنا حتى نكمل الفيديو. خليني هيك بس ندخل هيك على الغرف لنشوف شو فيهم، ما بعرف اذا عتمة رح تطلع اللقطات واضحة. ندخل كمان نشوف شو في جوا. رطوبة واضحة بفعلة بيردي هون والله. بس هيك هذا عبارة عن مدخل كان ومن يجي الناس طبعا مغلق. انا اصور لكم هيك كمان مغلق هون. شو اماكن تغيير الالبسة تجهيز قبل حضور الدخول للحلبة. اصدقائي هلا جينا على اقدم مكتبه بالعهد الروماني، كانت تعتبر 150 ما قبل الميلاد، نحن 2023 ناقصه زائد 150 بوصل معكم التاريخ. طبعا مثل ما لكم شايفين هي المكتبه بعام 270 بعد الميلاد كان في زلزال قوي ضرب هالمنطقه هي فتهدمت كلياتها، فصنعوا تمثال لسيليوس، هذا اسم الشخص اللي عمل هي المكتبه الامبراطور هذاك الوقت. خليني اورجيكم بس الحجم. يعني ما بعرف اذا مبين عليكم ولكن النقش هذا مو حجر ولا طين، صخر عباره عن صخور تم بناءه ولا اروع من هيك. ندخل لجوا. طبعا هي المكتبه كانت بتضم على كتب ومخططات وموثوقات كلها موجوده هيك. هون مكتوب بكل قسم ايش كانت تحوي، نوع المخطوطات اللي كانت تحتويها. طبعا هون كان في سقف مغلق ولكن نتيجه الزلزال حكيت عنه. شايفين الكتابات على كل جدار انهدت مع الاسف، ضل الشكل الحالي ما عم بتشوفه. اصدقائي بعرف اني طولت عليكم الفيديو ولكن المكان من جماله ومن روعته عم بحاول اني اصور لكم اكثر واكثر، عم بعيد الحكي اكثر مره. اللي بيحب يكمل معي خليكم كملين معي، واللي مل خليه يطلع بعدين يكمل الفيديو. بس اورجيكم طلعوا هون، طلعوا بس على كميه ناس بيك عم بتصور.
طلعتوا من هون، هذا الطريق ممنوع حدا يدخل له، ندخل من هذا الطريق، بس طلعوا لي على امتداد الطريق لوين بيودي يا جماعة. بتحبوا تعرفوا هيك لوين بروح الطريق؟ خليكم معنا. طبعا قلبوا عم بقول لي ليش عيونهم هدول هيك مخربط بين الصيني وبين الياباني. اصدقائي هلا جينا على النقطة الثانية، وهي الكنيسة الاسقفية او كنيسة مريم العذراء. يعتبر هذا المكان هو اخر منزل بتسكنه مريم العذراء. طبعا مكان كثير حلو، بكل تفصيلة بكل حجر من حجاره بيحكي التاريخ، انه في بتحسوا يعني سبحان الله بتتفرجوا انتم على افلام اليونانية والافلام البيزنطية، يعني بتحسوا حالكم ضمن فيلم ولكن التاريخ يعود نفسه. بتتخيلوا الاشكال، هون كان في ناس عم تمشي، هون في سوق، هون في مكتبة، هون في، بتحسوا التفاصيل هذه. عم بحكي في منظر كثير 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 حلو، طلوع الشمس ما بعرف اذا بتطلع واضحة عليكم هيك على الشجر. طبعا بالاضافة للجبال انتم مالكم شايفين، هي الجبال في جواتها بيوت وللاسف حاطين حراس، ما بعرف اذا واضحة عليكم البيوت اكثر من هيك، للاسف زوم ما في، بس موجود بحوالي كل 100 متر في بيت كان بيسكنوا اليونانيين بهداك الوقت بضمن الجبل. فمشان هيك هاي المنطقة، يعني سواء هذا المنزل او هذا السوق او المكتبة او المسرح كلها تم بهاي المنطقة، منطقة استراتيجية كتير. فما رح اطول عليكم، خليكم معي لحتى ندخل ونشوف المكان اللي عاشت فيه مريم العذراء. طبعا الدخول عبارة عن هي ثلاث ابنية بالاضافة لباحة كانت موجودة. طبعا هذا المدخل الرئيسي هلا حاليا نحن عم ندخل له. طبعا حتى البابا السادس اجى لهون. يعتبر هذا المكان بالنسبة للاجانب، يعني اغلبية الزائرين هون لحد الان، وقت ما دخلت لحد الان كله اجانب، كله انجليزي، يعني everybody speak English here، كله عم يحكي انجليزي، حتى في منه ما عم بفهموا حيطين مترجم معهم لحتى يحكوا يفهموا المكان هذا. خليني كمان اقلب الكاميرا اتفرجوا على المدخل. طبعا هون نتيجة مرور الايام والحروب اللي صارت، يعني بحوالي 1000 سنة كمان صار في هجوم من العرب، في قصص كثيرة، يعني تاريخ كثير كبير عدت على الاماكن هاي، انهدت ولكن محافظة على هذا الجمال لحد الآن. شايفين انتو الصليب واضح عليكم. طبعا هون مكتوب انه بابا أغلطنجي باول، يعني البابا السادس باول 26 تموز 1967 اجى لهون ودعا، يعني مثل انه حج هون بهذا المكان، ولهذا صارت لكل معظم اوروبا هذا المكان هو مقصد سياحي ومقصد حج لكل الحجاج، يعني لكل شيء مسيحي بيؤمن بمريم سيد العذراء بيجي لهون بحج. يعتبر هذا المكان مكان مقدس لهم، ونحن اغلبيتنا هون مفكره شويه حجاره وبس لا اقل ولا اكثر، ولكن هذا المكان له قدسيته عن جد. وقت بتمشوا انتوا كثير منكم، طبعا اللي ما بيفهم بالتاريخ ما بيعرف بالتاريخ، ما وريان التاريخ، بحس انه مجرد حجاره محطوطه فوق بعض، ولكن اذا دققنا بالتفاصيل شوي بتلاقوا انه مكانه الاروع من هيك. شوفوا هي حيطينا صحن، حيطينا على الحجره هيك ثابته. طبعا هون قايفين انه في حجار حيطينهم جوا، هاي يعتبر كانت غرف، هاي عبارة عن غرف كانت، سبحان الله، يعني انت بتحس اذا تصير زلزال صغير هون الحجارة هي كلها بتنزل فوق راسنا. طلعوا على العمود. طبعا اذا تخيلتوا معي في عواميد يمين يسار كلها كانت على شكل عواميد، يقام سوق هون، حتى في برا مثل كمان صخور ما بقي منها غير صخور، يعتبر كان مركز للتمثيل والفن، يعني بهذاك الوقت بتعرفوا انتم الفن البيزنطي واليوناني بهذاك الوقت موجود كان. بس طلعوا لي على الصخرتين شلون واقفين فوق بعضهم. طبعا في شركة أجنبية اجت لهون وعملت الترميم بهذا المكان على قد ما يحسنوا يرمموا، بس أكثر ما بيحسنوا. هون المجالس كانت مجالس الشيوخ مثل ما بقولوا، كانوا يبركوا هون على صخور الطاولات مثل ما كانوا شايفين هيك، شايفين الصخرة مقسمة ثلاث أربع أقسام ولكن مرممينهم عاملينهم هيك بدون أي لبنة، بدون أي مثل ما بقولوا مواد.
البير فهمان شي من المكان؟ حسنا ما سمع. البير بده يطلع على المسرح، شايفين هذاك الاماكن هون هيك حيطيني هيك اشاره، في حارس هنيك ممنوع حدا يقرب هذيك النقطة. كان مشتي ادخل هيك بين الجبال واشوف ايش في بين البيوت. كل صخرة موجودة هون طولها بحوالي المتر، مكتوب عليها مثل ما لكم شايفين كتابات. طبعا مبين يعني واضح انه هذا المكان متعرض لكثير زلازل، يعني في صخور طالعه ونازله فوق بعضها. يعني مثل ما تعرف طبعا هي الارتفاع كان حوالي 3 امتار، ارتفاع كل الصخور اللي عم تشوفوه انتم ارتفاع كان بدا 3 امتار، ولكن نتيجه الحروب وصلوا لي على الصخره مرمر جرانيت اصلي. إشارات الصليب هون كانت ساحة المحاكمة، شايفين إشارة الصليب محطوطة على كل صخرة مثل ما لكم شايفين. إذا كان في حدا سارق أو عمل جناية مثلا كان يحاسب هون. تعال بير. طبعا الاماكن الموجوده بين الجبال هي حسب النظر اللي عم نشوفه في اكثر من حوالي 300 400 غرفه، وفي مكان كثير كبير للاسف ما عم يخلوا حدا يروح لهنيك. بالاضافه للمكتبه طبعا في معبد كمان موجود، كان هو من احد عجائب الدنيا السبع. ما بعرف بدي احاول اذا في مكان اذا بنحسن ندخل له بندخل لهنيك كمان بصور لكم، فخليكم معي لنهايه الفيديو. يا جماعة هذا الطريق بتحسوا انه ماشي بفيلم اجنبي داخل على غابة، طريقه عن هيك اللي بيجي الاول وهلي بخاف. والله في حرس ما بعرف اذا بخلونا ندخل او لا. تعال بيه تعال ميت مهلك تعال. لا تطالع صوت الو. البير خليك جنبي، البير خليك جنبي بس ما يكون مسكر قدامنا. ايش في هنيك؟ في صخور. يا محمد شو جبت عالم هذا الحقونا البير. طلع الشرطي كان واقف هنيك حيطت اشارة ممنوع. تعال بير ندخل من هون، تعال نكمل هيك نطلع من هون. تعال ندخل من هون يا جماعة، الطريق من هون ممنوع بس فضول بدي اعرف شو في هون. ابدا يطلع لك حياة. هات ايدك هات ايدك. طلعوا على الصخور البير. شلك عصاي بلكي اجا وحوش. في عسكي عم تعسك عصاي. يا جماعة شايفين ولا اجمل من هيك؟ طبعا ريحة الحشيش النباتات هي ريحة بتجنن قسما بالله. تريح اعصاب ولا اروع من هيك. تعال البير انه ليش مانعين حدا يدخل لهون؟ انا هي ما عم بفهمها. هذا شو هذا المدخل؟ شو بناء شو هذا؟ يعني مجرد بس صخر هيك ولا عبارة عن كانت منارة يا ترى؟ البير الحقني البير. فراشة صفرة. تع 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 تع. ما عاد نحسن نمشي بين من الشجر. انتبه على عينك انتبه على عينك. تعال من هون تعال. شجرة طالعة من نص صور سبحان الله. طالعة
يا جماعة طالب كل صخرة مترين، يلا اخدنا شلون نقلوه، شلون صنعوه، شلون جابوه، اقسم بالله. طبعا هذا ولا شيء، بس نشوف المسرح. بس طلع تيناي ولا ورقة بالشجرة، تين طلع كله تين، سبحان الله. امشي هلبا الله، طلع لنا شيء حية بعدين. اه بابا بس حبل. هاي جبل، شو بتاع اكثر من جبل هيك؟ تعال نشوف، انت بقى على عينك. ها طبعا مكان شوي مشيته خطره مشان هيك، على الاغلب مينعين عالم. تعال شو في هون كمان تحت، هاي مدينه تانية بتحسوها يا جماعه. انتبه على عينك يا كبير، انتبه على عينك، انتبه على عينك. حاطين الإضاءة للصخرة، طلع قدامك ومشي يا البير. طبعا هذا الصخر كله مهدد، طبعا كان عبارة عن سور كتير كبير بس كله مهدم، فالدخلة والطلعة كتير صعبة. او حاجة بأكثر من هيك صعب، مشانك لو كنت لحالي كان رحت أكثر. طلع الصخرة. طبعا هلا بدنا ننزل لهون، قلبه في شقائق النعمان وردة إجباري بده إياها، يعني بس شاف وردة بخرب الدنيا مشانه. قلبه أنا أول، لا أنت أول، خلينا ننزل أنا أبلغ. طبعا هات إيدك لأني هون بزحط كتير. شوي 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 شوي، والله العظيم نحن كل شغلة علينا أنا وقلبي. تمام، لا تستحط، مشان هيك ممنوع حدا يدخل لهون لأني في خطورة، لا سمح الله. حدا طب حدا بس هيك، اذا في حدا يقرا لي باليوناني الكتابه انا حاسها كلياتها بالعكس، فما عم بفهم شيء من شيء. والله باعتبار انا دخلت على منطقه ممنوعه، فبعتبر نفسي اني انا اكتشفت منطقه اثريه. ليش؟ لانه عن جد لما هيك شغالي لحالكم. طيب هيك شقائق النعمان، طلع ما احلى بيني، اوه احلى صوت النحل حوالينا. البير، لمين هدول البير؟ ماما، لا ماما، ماما سمعاني، ماما جون، هيا عم بجمع لك الورود. وفي هون تعرف في ابيض بياز البير، تعال شوف هي بيضة يعني. مش ما بفهم يوناني، كان ترجمت لكم ايش مكتوب هون، بس ما عم بفهم ايش القصة. اوه قلبه ساوى تشكيلة ورود. طبعا ساعة هلا مثل ما تكون شايفين، ما بقى شايفين، ما تكون شايفين ساعة 3. هذا الطريق وين بيودي؟ هذا لوين بيودي؟ بدي اطلع من هون انا. تعال نشوف يا البيرتو، بس انتبه على حالك قلبي. اعطيني ايدك، اعطيني ايدك، هات ايدك، امسك ايدك، شيل الوردة، تعال من هون. انتبه على عينك، انتبه على عينك. بتذكروا اذا واحد يقطع الحدود بتذكر يعني التفاصيل كلها. طلع طلع طلع، بس طلع الورود طالع، سبحان الخالق، سبحان الخالق. بس تعتبر يعني التربية هون تربية خصبة عن جد. انا خايف يطلع لنا شي حي مي هون. اها صار يطقطق الخشب، صرنا بحضن الجبل يا جماعة. الله، هون نهينا الطريق هون. لسه في طريق هنيك طلعوا، لسه في عويميد هون. المغاير جوا الجبل ما عم بعرف، المشكلة الطريق بعيد كتير، يعني دخلنا دخلنا ممنوع ممنوع، بس لبين ما وصل هون المكان بيسكر الساعة 5، فمستحيل ألحق نوصل لتم الجبل يعني. ممنوع ممنوع، هذا السمك
تعال بريض اصدقائي. طبعا اول ما ادخل على الاماجدي افلال او المنازل اليونانيه القديمه، في هون تمثال نبهني بعد ما ترجمت، عرفت انه هون نعزول على كلمه سوريا. طبعا هذا التصميم التذكاري لتماثيل الاباطره في العصر الروماني او الاغريق كانوا يعتمدوا على المهندسين السوريين، ركزوا المهندسين السوريين في بناء هاي الاشكال هاي والتماثيل هاي. فتخيلوا اذا رجعنا 2000 سنه لورا، يعني 150 قبل الميلاد، هذا الشكل. طبعا هو ما كان هيك، اورجيكم الصوره مثل ما هي على ما كانت عليها، هيك كانت. طبعا العمليات الترميم كانت، تخيلوا الحفر كيف كانت لبين ما طلعت هي. يعني شايفين هدول الأعمدة، كان فوق تراب، كانت فوق تراب يحطوها ويطالعوها لحتى طلعت. يعني هاي المنطقة كلها كانت تراب، فوق كلها جبلية. عملية الحفر تمت لحتى ظهرت بهي الأشكال بدون ما يخربوا أي شيء، بدون مثل ما بقولوا سبحان الله مر عليها الزمن. يعني حتى هي المكتبة، كل شيء موجود هون، المسرح كذا إلى آخره، كله كان تحت جبل مغطى. يعني بالصدفة بكتشفوا هون، بتبلش الحفريات وبتظهر حضارة ما قبل الميلاد، وشوي شوي من خلال المخطوطات اللي كانت موجودة هون عرفوا هذا الشيء. طبعا خلينا ندخل نحن على هون، أما البيوت اللي تعتبر من عجائب الدنيا السبع، ندخلكم لهون. طبعا دخول بالنسبة للكارت اللي حكيت لكم عنه، كارت المتاحف هون لا ما بيعتمدوا عليه، اجره الدخول هي 85 ليره تركيه. فخلينا ندخل لجوا ونشوفوا ومعنا هذا البر. اصدقائي للاسف صارت الساعه 4:30، ما بعرف اذا واضحه عليكم. عبوا لي الدخول، حرس عبوا لي للاسف سكروا الساعه 4:30، بيسكروا هون والناس بلشت تطلع لانه صارت الساعه 5. انا ما بعرف، بعد الساعه 5 مفتوحه هون. للاسف ما راح احصل اصور لكم المكان من جوا، ولكن اذا انتم كتبتوا على اماج افلر اف اس راح يطلع لكم الصور اللي ممكن تعرفوا عليها، موجوده بجوجل كمان. فهيك بنوصل معكم اصدقائي، هيك بكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. بتمنى يكون الفيديو نال على اعجابكم، وان شاء الله يكون قدرت واحسنت انه اعطيكم فكره واضحه عن مدينه افسوس، المدينه الاغريقيه الرومانيه العظيمه، فعلا عظيمه قسما بالله. المنطقه بتجنن، بنصح كل شيء ساكن بتركيا صحت له سياحه بهالصيف بهالربيع يحمل حاله يجي لهون يعمل زياره، مو خسران شيء. اكيد المنطقه رح تضل محفوره ذكرى، مثل ما كل شيء هون، كل حجره كل حفوره موجوده هون محفور عليها ذكرى، المفروض التاريخ كله موجود بهي الحجاره، هي الحجاره هي بتحكي. فبتمنى تجوا تعملوا هيك زياره. اذا كنتوا عم تشوفونا لاول مره، اشتركوا بقناتنا قناه رمضان فاملي، وفعلوا زر الجرس لحتى تجيكم اشعارات قناتنا. واذا حبيتوا الفيديو وتابعتوني للنهايه، شكرا كثير من القلب، كل شيء ترك اعجاب، كل شيء عم بترك تعليق، عم بترك بصمه بقناه رمضان فاملي، بتشكركم من كل قلبي. فتضلوا بالف خير، استنونا فيديو جديد ومكان جديد.